لأن المحاضرات اللي راح تكون مع الزوم راح يتم تسجيلها وراح تنزل على الموقع. هلأ المرة الجاي أنا راح أسوي رابط جديد للزوم، وهو هذا الرابط راح يظل معانا لآخر الفصل. وفي شغلة أنا نسيت أسويها على هذا الرابط. المهم يعني أوكي، يعني راح أنزل الإعلان وقته، بس شكله مش كل محاضرة إلها رابط، بس رابط واحد. يعني يمكن المرة الجاي يكون بتوبك اثنين، يعني أندر توبك اثنين بالمنصة تبعت الفارماكولوجي. ثري راح تضل هاي نفسها، هاي الرابط تبع زوم راح نضل كل مرة بنفس موعد المحاضرة راح نفوت عليه وراح نعطي المحاضرة، ونفس الباسورد، نفس يعني ما في شيء راح يختلف علينا. اوكي، مين في عنده مشكلة في الصوت؟ دكتور اوكي ملك، يعطيك العافية. ما فيك ملك. بس لأنه أنا ما كان قابل يدخل معي المحاضرة، وهلأ هلأ يعني فتت، فبدي أسألك إذا حكيت إشي مهم. لا ما حكيت ولا إشي مهم، أنا بس عم بستنى، كنت عم بستنى. أوكي اوكي ما حكيت ولا إشي. تمام. تمام. درسنا مع بعض أدوية واحد، ودرستوا أدوية اثنين. بأدوية واحد تعرفتوا عن مقدمة، عن أساسيات علم الأدوية، تعرفتوا على الأدوية بتشتغل على الأوتونوميك نيرفس سيستم، تعرفتوا على الأدوية يلي بتشتغل على الكاردو باسكولار سيستم. كانت رحلة حلوة، الفصل هذا كان يعني كان ممتع بشكل عام. وبعدين رحتوا أنتوا على أدوية اثنين، درستوا على الأدوية اللي تشتغل على السنترال نيرفس سيستم، درستوا على الأدوية اللي بنعطيها للناس اللي مش عارفة تنام، للناس القلقة، درستوا عن الأدوية اللي بنعطيها للناس المكتئبة، درستوا عن الأدوية المخدرة اللي بنعطيها للناس اللي بدها تسوي عملية، درستوا عن الأدوية اللي بنعطيها للناس اللي في عندهم انفصام بالشخصية، درستوا عن الأدوية للناس اللي في عندهم عدم استقرار في المزاج الباي بولر، درستوا عن الأدوية يلي بنعطيها للناس يلي بيكون في عندهم خلل في الهرمونات، خلل في الغدة النخامية، خلل في الغدة الدرقية، خلل في الغدد يلي بتنظم السكر في الدم. هذا يلي انتو درستوه في أدوية واحد وفي أدوية اثنين. أدوية ثلاثة شوي بيختلف الوضع، شوي بيختلف، نفس المبادئ، نفس المبدأ. الأدوية هي عبارة عن كيميكال كومباوندز ناخدها علشان أو لهدف علاجي، هذا المبدأ نفسه. لكن بأدوية واحد وأدوية اثنين كنتوا أنتوا تتذكروا قبل كل شابتر الدكتور كان يشرح لنا ولو بشكل موجز عن الأمراض أو عن الباثوفيسيولوجي للمرض. نرجع لأدوية واحد لما كنا نحكي عن الضغط أو ارتفاع الضغط، فأنا يعني اللي درسوا معي كنت عم بشرح عن شو هو ارتفاع الضغط وليش بصير ارتفاع الضغط بالإنسان. لما درستوا عن مرض السكري، سواء الدكتور حمزة أو الدكتور بلقيس شرحوا لكم إنه شو هو الباثوفيسيولوجي للهيومن، للناس اللي بيرتفع عندهم السكر في الدم، وشو كان دور الأدوية. كان دور الأدوية إنها ترجع أو تحول الباثوفيسيولوجي إلى الفيسيولوجي، تحول الأبنورمال ليفل يلي موجود عند المريض إلى النورمال ليفل. بأدوية ثلاثة شوي بيختلف، يعني انتوا لو حطوا بأدوية واحد وأدوية اثنين الفارماكولوجي كان بيعتمد على الباثوفيسيولوجي، بأدوية ثلاثة رح ناخذ الكورس كلياته رح يكون اسمه الكيموثيرابيتيك ايجنت. كيموثيرابيتيك ايجنت، حلو، كيموثيرابيتيك ايجنت. كان واحد يفكر ان هو العلاج الكيماوي. طيب لما بيخطر في بالنا الكيموثيرابيتيك ايجنت، انا بدي اسال هلا واللي بده يجاوب يجاوب. الكيموثيرابيوتيك ايجنتس، لما نسمع كيموثيرابيوتيك ايجنتس شو بيخطر في بالنا؟
رزان احكي شو الكيموثيرابيوتيك ايجنتس اللي معهم كانسر، معهم كانسر، وهي رهف تحكي لي معهم كانسر اللي معهم كانسر. هيك احنا بنسمع بالجيران او الاقارب الناس اللي بنعرفهم بيحكوا انه اصيب بالكانسر وبدنا نعالجهم بالكيموثيرابيوتيك ايجنتس، او بنشوف بالمسلسلات بالافلام هذا اصيب ب هذا اصيب بالكانسر فبدنا نعالجه بالعلاج الكيماوي. الاصح كالتالي انه الكيموثيرابيوتيك ايجنتس لا تشمل فقط الانتي كانسر دراجز. فهي بدنا اول معلومه بدنا ناخذها بهالمحاضره، انه الكيموثيرابيوتيك ايجنتس العلاج الكيماوي ليس فقط الادويه المضاده للسرطان. الكيموثيرابيوتيك ايجنتس تشمل قسمين اساسيين، انتي كانسر من جهه، وكمان الانتي مايكروبيال ايجنتس والانتي مايكروبيال ايجنتس، يعني كل الادويه اللي بتشوفوها بالصيدليه اللي بناخذها علشان نشيل الالتهابات اللي بتسببها المايكرو اورجانيزمز، بتشيل الالتهابات اللي بتسببها البكتيريا والفطريات والفيروسات، يعني حتى الادويه اللي بتشتغل على كوفيد 19 هاي الادويه اسمها انتي مايكروبيال ايجنتس، انتي مايكروبيال دراجز. والانتي مايكروبيال دراجز هم عباره عن كيموثيرابيوتيك ايجنتس. فها هي الاول كونكلوجن اللي نطلع منه بالمحاضره، انه الكيموثيرابيوتيك ايجنتس تنقسم الى قسمين، الى الانتي كانسر والى الانتي مايكروبيال ايجنت. وليس صحيحا انه فقط الانتي كانسر هم الكيموثيرابيوتيك دراجز، ليس صحيحا، يعني ليس دائما لما حدا يجي يحكي لنا والله هذا كيموثيرابيوتيك ايجنتس معناته انه انتي كانسر، ممكن يكون اموكسيسيلين، ممكن يكون اموكلان اوجمنتين في الصيدليه، يعني انا بحكي اسماء تجاريه الان، هذا كلياتهم اي دواء له انتي مايكروبيال ايجنتس فهو كمان كيموثيرابيوتيك ايجنتس. فالكورس تبعنا هذا راح يكون هو الكيموثيرابيوتيك ايجنتس، كيموثيرابي هذا الكورس ادويه ثلاثه راح ناخذ فيه عن الانتي بكتيريال، يعني هو راح ناخذ فيه الانتي مايكروبيال ايجنتس. مين هم الميكروبس؟ انتي مايكروبيال ايجنتس، نحكي انتي مايكروبيال ايجنتس يعني ادويه بتشتغل ضد المايكرو اورجانيزمز، مايكروبس هم المايكرو اورجانيزمز. مين هم الميكروبس؟ بنقسمهم الى اربعه اقسام زي ما درستوا بالمايكروبيولوجي. فهنا النقطه انه علم الادويه ثلاث بيعتمد اعتماد كبير على المايكروبيولوجي. اي نو انه المايكروبيولوجي بحر كبير زي الباثوفيسيولوجي. هل احنا لازم نراجع كل المايكرو اورجانيزمز؟ هل احنا لازم ندخل في التفاصيل اللي كان يدرسنا اياها الدكتور محمد ابو صيني والدكتور محمد السبع؟ لا، نفس المبدا اللي كان معنا بالباثوفيسيولوجي. هل احنا راجعنا كل الباثوفيسيولوجي؟ لا، راجعنا الاشياء الضروريه من الباثوفيسيولوجي في ادويه واحد وادويه اثنين اللي بتهمنا عشان نفهم الميكانيكيه الميكانيزم اوف ذا دراجز. نفس الشيء في ادويه ثلاثه بدنا يكون في عندنا الى حد ما basics of microbiology اللي نفهم الانتي مايكروبيال ايجنتس. وين الاختلاف الثاني بين فارماكولوجي 1 وفارماكولوجي 2 مع فارماكولوجي 3؟ زي ما حكينا قبل شوي انه فارماكولوجي 1 و 2 بيعتمدوا كثير على الباثوفيسيولوجي تبعت الهيومن، لكن فارماكولوجي 3 بيعتمد على المايكروبيولوجي. ليش؟ لانه التارجتس حلو، التارجتس تبع الدواء سواء في الانتي سواء في الادويه اللي بتشتغل على الكاردوفاسكولار سيستم، او في الادويه اللي بتشتغل على السنترال نيرفس سيستم، او في الادويه اللي بتشتغل على الاندوكراين سيستم يلي درسناه في ادويه واحد وادويه اثنين، التارجتس هدول للادويه زي البروبرانولول زي السيرترالين في ادويه اثنين زي الميتفورمين، كل التارجتس لهدول الادويه هم عبارة عن human targets، يعني عبارة عن proteins موجودة في human bodies. مثلا البروبرانولول على شو بيشتغل؟ هو عبارة عن blocker للبيتا ريسبتور، بيتا 1 وبيتا 2 ريسبتور. معناته انه التارجت للبروبرانولول هو عبارة عن human beta receptor، فهو بيشتغل على target موجود في human cells.
السيرترالين أخذته في أدوية اثنين. السيرترالين إيش هو؟ Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. فالسيرترالين بيشتغل على التارجت اللي هو الريأبتيك اللي هو السيروتونين ريأبتيك الموجود في البريسينابتيك كليفت موجود على السيروتونيرجيك نيرز. هذا الريأبتيك للسيروتونين وين موجود؟ موجود بالهيومن سيروتونيرجيك نيرف. الميتفورمين كيف بيشتغل الميتفورمين؟ الميتفورمين له أكثر من ميكانيزمز. كل هدول الميكانيزمز مثلا بيحكي لك إنه بيقلل الأكسيديتيف الستريس اللي على الإنسولين ريسبتور. أي إنسولين ريسبتور اللي هيومن إنسولين ريسبتور. السلفون اليوريا اللي هم هدول كمان أنتي ديابيتيك دراجز شو بيحفزوا؟ بيشتغلوا على البوتاسيوم تشانلز اللي وين موجودة؟ الموجودة في البنكرياس تبعت الهيومن. أما في أدوية ثلاثة التارجتس اللي راح نحكي عنهم، التارجتس للأنتي مايكروبيال ايجنتس، التارجتس للأدوية اللي هم الأنتي مايكروبيال ايجنتس ليست موجودة في الهيومن سيلز ولكن موجودة في المايكروبيال سيلز. يعني لو رحنا على الصيدلية وأخذنا أي دواء من الأنتي مايكروبيال ايجنتس، مثلا أخذنا، يعني بدي احكي مثال اللي هو الموست كومونلي، يعني اكثر اتوقع كلياتنا اما اخذنا او شفناه، هو الاموكسيسيلين، سواء في الصيدليه او في البيت او احنا اخذناه يعني مرضنا، الا ما يصير في عندنا انفكشن ونمرض من المايكرو اورجانيزم ويصير عندنا انفكشن ونروح عند الطبيب بعدين يوصف لنا الدواء اللي هو الاموكسيسيلين. هذا الاموكسيسيلين هو انتي مايكروبيال بيشتغل على البكتيريا، انتي بكتيريال دراجز. هذا الدواء لما بيفوت على الجسم ما بيرتبط على تارجت موجود بالهيومن سيلز، مش بيرتبط على تارجت موجود بالبكتيريا. وهون هي النقطة، هي النقطة الأساسية، إنه الأنتي مايكروبيال دراجز التارجت تبعتهم ليست هيومن بروتينز، لكن التارجت تبعتهم هي عبارة عن مايكروبيال بروتينز، مايكروبيال ستراكشرز. طيب هذا الشيء كويس ولا مش كويس؟ كويس ولا مش كويس؟ طبعا كويس. انا عندي التهاب القصبات، التهاب بكتيري، اوكي، التهاب بكتيري، نحكي بكتيري وليس فيروس عشان ما نفاول على حالنا، خاصه هلا في كوفيد 19 في البلد، فما ما يفاول على حاله، بس يحكي في عندي التهاب بكتيري، خلص يعني شخصوا اني بكتيريا، اوكي، بالرئه. الآن لما أنا أروح عند الطبيب وبعدين الطبيب يوصف لي الدواء، هذا الدواء مضاد للبكتيريا، وبعدها أروح للصيدلية، الصيدلية يعطيني دواء مضاد للبكتيريا، مين اللي رح يبلع حبة الدواء؟ نحكي الأموكسيسيلين، مين اللي رح يبلع الدواء؟ أنا ولا البكتيريا؟ أنا. فالأموكسيسيلين اللي هو أنتي بكتيريال دراجز رح يمر في جسمي، لما يمر في جسمي بدخل في جسمي راح يصير له absorption وdistribution، راح يتوزع بعد الdistribution عشان وين يوصل للتارجت تبعه. وين التارجت تبعه؟ اللي هو التارجت تبعه يلي موجود في البكتيريال سيلز. الدواء بما انه بيرتبط على تارجت موجود في المايكرو اورجانيزم او موجود في البكتيريا فراح يعطيني انتي مايكروبيال افكت. هاي الدواء راح يرتبط بتارجت موجود في البكتيريا، هذا التارجت موجود في البكتيريا قضى على البكتيريا، قتل البكتيريا. لما البكتيريا تموت أو لما تخف، الانفكشن أو الالتهاب اللي سببته هاي البكتيريا لإلي راح يخف. أما لو الدواء ارتبط على تارجت موجود في جسمي أنا كهيومن، تخيل إن هذا الدواء الأموكسيسيلين راح ارتبط على الألفا 1 ريسبتور اللي موجود في البلد فيزلز. الألفا 1 ريسبتور هذا ريسبتور مش موجود في البكتيريال سيل، هذا ريسبتور وين موجود؟ بالهيومن سيل. تخيل انه هذا الدواء الاموكسيسيلين ارتبط على الالفا 1 وسوى له بلوكينج او سوى له اكتيفيشن، هي خلينا نحكي له يعني سوى كان اجونست، مثلا كان اجونست ل ولا احكي لكم مثال حقيقي للاموكسيسيلين. هذا الاموكسيسيلين هو بحكي لك ويك بلوكر أو ويك أنتاغونيست لمين؟ للجابا ريسبتور. هاي حقيقة، الأموكسيسيلين هو ويك أنتاغونيست للجابا ريسبتور،
لهذا السبب أحكي لك لا يعطى الأموكساسيلين للناس اللي فيه عندهم صرع. هذا مثال أنت مش مطالبين فيه بس عشان نفهم أنا المقدمة تبعت البيسكس أوف أنتي مايكروبيال إيجنس. لأنه الأموكساسيلين ارتبط على الجابا ريسبتور اللي موجود بالنيرفز تبعت الهيومن. شو صار في عندي؟ صار في عندي احتمال بس هو ويك، صار في عندي احتمال إنه يصير في عندي اكتيفيشن، اكتيفيشن للأكشن بوتنشل، وهاي ممكن تسوي عندي إبليبسي، وهاي ممكن تسوي عندي إنسوميا أرق، لأنه بلوكينج أوف جابا ريسبتور. شو الجابا ريسبتور؟ أخذته بأدوية اثنين. الجابا ريسبتور اكتيفيشن أوف جابا ريسبتور بيسوي إنهيبيشن لا لا نيرف سيلز. فأنا لما أسوي بلوكينج وهوية الأنتي مايكروبيال الأنتي بكتيريال دراجز بالذات مجموعة البنسيلينز هم they have weak activity to block the GABA receptor اللي هو موجود وين على الهيومن سيلز. شو صار في عندي؟ صار في عندي activation، ممكن يصير في عندي convulsion. هذا الإشي كويس ولا مش كويس؟ لا مش كويس. فالنقطة اللي بدي أوصل لها الأنتي مايكروبيال agents كل ما كانت بتشتغل على targets موجودة بالمايكرو أورجانيزمز بتعطي الأكتيفيتي as anti microbes، وكل ما بتشتغل ترتبط على تارجت موجودة بالهيومن سيلز، الهيومن سيلز بأجسامنا إحنا شو بيعطينا؟ بيعطينا آثار جانبية وتوكسيسيتي. فالدواء الناجح as anti microbial agent، الدواء الناجح اللي أنا بفضله اللي أنا بحبه، الدواء الناجح الدواء الآمن اللي موجود في الصيدليات زي الأموكسيسيلين وغير أموكسيسيلين اللي هو كالتالي، اللي هو عنده القدرة إنه يميز، يكون في عنده سيليكتيفيتي إنه يرتبط على المايكرو أورجانيزم، يرتبط على تارجتس موجودة في المايكرو أورجانيزمز وما يرتبط على تارجتس موجودة بالهيومن. طول ما هو بيرتبط على تارجتس موجودة بالمايكرو أورجانيزم رح يعطيني أنتي مايكروبيال إفكت، طول ما هو بيرتبط على تارجتس موجودة بالهيومن سيلز شو رح يعطيني؟ رح يعطيني unwanted side effects وهي الآثار الجانبية. هذا اسمه selectivity الانتقائية، إن الدواء اللي أنا باخده الأموكسيسيلين الأنتي مايكروبيال إيجنز لما بدخل على جسمي، جسمي أنا شو فيه؟ فيه اثنين، فيه الهيومن والتارجتس تبعون الهيومن، وفي جسم أو خلايا هم الانفيدرز. الانفيدرز هم الغزاة، هدول الميكروبس البكتيريا الفيروس الفنجاي، هدول they are invaders غزاة دخلوا على جسمي. الدواء اللي أنا بحبه اللي بيكون آمن وناجح as antimicrobial agent هو اللي عنده خاصية الانتقائية selectivity، إنه يدخل على جسمي وselective إنه يختار يضرب ويسوي interaction مع الميكروبيال سيلز، وبالتالي بيعطي أنتي مايكروبيال أكتيفيتي، وبالتالي راح يخلصني من الإنفكشن اللي كوست باي مايكرو أورجانيزم، وبنفس الوقت ما يرتبط أو يكون ارتباطه قليل جدا أو يفضل هذا إنه ما يرتبط على أي تارجت موجود في الهيومن سيلز، لأنه ارتباط الدواء على تارجت موجود في الهيومن في الهيومن بادي راح يعطي عندي سايد إفكتس وتوكسيسيتي. فهذا هو البيسك، إنه في الأدوية في الأدوية ثلاثة أنا ما بدي الدواء يرتبط بهيومن تارجتس، بالعكس بدي الدواء يرتبط بتارجتس موجودة بالميكروبيال سيلز، لكن بأدوية واحد وأدوية اثنين لا. كل الأدوية اللي درستوها في أدوية واحد وأدوية اثنين كانت ترتبط في تارجتس موجودة في الهيومن سيلز. البروبرانولول كان بيسوي بلوكينج للبيتا 1 والبيتا 2 ريسبتورز، الإنالوبريل بيرتبط as inhibitor للانجوتينسين converting enzyme اللي هو موجود اللي هو عبارة عن human enzyme. الفيرابامين والدلتيازم they block calcium channels اللي موجودة في القلب وفي الارتري تبعت الهيومن. شوف كمان الديازيبام درستوا في أدويتنا. شو الديازيبام؟ هم عبارة عن اكتيفيتور، عباره عن اجونست للجابا ريسبتور وكوفاكتور، يعني لا اكتيفيتور احسن نحكي لا الجابا ريسبتور اللي وين موجود بالهيومن سيلز. وهكذا يعني هذا هو الفرق الاساسيه. فلهذا السبب احنا لما بدنا نصمم انتي مايكروبيال ايجنتس، نصمم انتي مايكروبيال ايجنت سواء كان انتي بكتيريال انتي فايرال
يعني هلا احنا مثلا بدنا نحاول نصمم دواء بيشتغل ضد الكوفيد 19، اول خطوه شو بنسوي؟ بدنا نفهم السارس 2، بدنا نفهم الاستراكشر تبعته. ليش بدنا نفهم الاستراكشر تبعته؟ بدنا نفهم الاستراكشر تبعته علشان نصمم دواء هذا الدواء يكون في عنده سيلكتيفيتي، هذا الدواء يروح يرتبط على تارجت مميز موجود بسارس 2 وهذا التارجت ما يكون موجود بالهيومن سيلز. اذا الدواء راح ارتبط على بروتين او على ستراكشر موجود بسارس 2 وهذا الستراكشر مش موجود بالهيومن سيلز، هون بيكون في عندي سيلكتيفيتي وهون الدواء بيكون فعال از انتي فايرال دراج وبيكون بنفس الوقت سيف امن على الهيومن سيلز. فانا دائما بدور على اختلافات، وكل ما كان الاختلافات كبيره بيننا احنا الهيومن وبين المايكرو اورجانيزم كل ما سهل نحقق السلكتيفيتي. انا هلا بدي اشارككم السلايدز، انه في سلايدز كثير، واحد سلايدات كثير مهمه. في قاعده بتحكي لك the more like us، هلا خلينا نحط the more like us. شايفين السلايد؟ بس تحكوا لي هيك على السريع، شايفين؟ مش شرط كده، بس تحكوا لي يا سامع بتغلب احيانا. سلايدات طلعوا لكم؟ طلعوا. طلعوا، طيب تمام. هذا هو البرنسبلز، هذا اللي حكيت عنه. بيوك احنا بندور على البيوكيميكال ديفرنسز بتوين المايكرو اورجانيزمز والهيومن. كل ما كان الفرق، يعني تخيلوا مثلا هذا الفرق نحاول نشبهه. دخل عندنا على الجامعه واحد ما بدنا اياه، اذا كان هذا الواحد بشبهنا، عنده عينين وعنده رجلين وبشبهنا ونفس لون الجلد، صعب ان نميزه. فممكن ممكن نخطا، بدل ما نضربه ونطلعه ممكن نضرب واحد تاني. أما لو حكول ودخل عندنا واحد عنده راسين وعنده أربع عيون وعنده خمس رجول مميز بيختلف عنا كتير، فسهل إن كسلكتيفيتي سهل إن نختاره ونطرده برا الجسم ونقضي عليه ونطرده برا الجسم. فعشان هيك أنا دائما لما بدي أصمم أنتي مايكروبيال إيجنت بهمني اني ادور على الفروقات، لانه هاي الفروقات هي التارجت، هي اللي بدور عليها. مش معقول مثلا بكتيريا، مثلا بكتيريا عندها انزيم نفس اللي عند الهيومن وهذا نفسه بالضبط بيشبه الهيومن، فهذا الانزيم اللي في البكتيريا بستخدمه از تارجت. شو بصير؟ افرض انه هذا مثلا هذا الانزيم مثلا بيصنع الكوليسترول في الهيومن مثلا، او بيصنع الكوليسترول في البكتيريا. اخذت انا بلعت هذا الدواء، صار عندي بكتيريا الانفكشن وبلعته، هذا الدواء دخل على جسمي، راح يروح، بما انه هذا التارجت موجود بجسمي راح يروح على على هذا الانزيم اللي هو بصنع الكوليسترول وراح يمنع من تصنيع الكوليسترول، فانا الكوليسترول عندي راح يتضرر، بالاضافه انه راح يروح عند البكتيريا سيلز ويضرب عندها الانزيم، يمنع الانزيم يلي بصنع الكوليسترول، فالبكتيريا راح تتاذى وانا راح اتاذى. وأنا ما بدي هيك، بدي دواء يؤذي يضرب المايكرو أورجانيزم من غير ما يضربني. فبهاي الحالة أنا بدور على إشي مميز موجود بالمايكرو أورجانيزم ومش موجود فيه. ليش your meeting will end 10 minutes قريب؟ أوكي recurring، هو هلأ أنا نسيت أستخدم الخاصية هذيك. أوكي طيب مش مشكلة. اوكي هاي هون بهذا السلايد
شو بحكي لكم هون؟ بحكي لكم هالقاعدة: the more like us, the more like us, less selectivity and more unwanted side effects. هي القاعدة هون تحت. It's very important. More like us, اللي بيشبهنا أكتر. Less selectivity and more unwanted side effects. Less selectivity and more unwanted side effects. خلينا نفهمها. شوف هذا إحنا الهيومن. بحاول أعدل. Okay. Okay. هاي إحنا هاي الهيومن. إحنا الهيومن. هذا السهم بيمشي من أول الفيروس. فيروسات، بعدين البكتيريا، بعدين الفنجاي، بعدين الباراسايتس. كل ما مشيت في هذا السهم بيكون more like us، بيشبهنا. الباراسايت هم الطفيليات زي البروتوزوا وزي الهلمنث، الديدان، بيشبهونا أكتر. الفطريات بيشبهونا يعني أكتر من البكتيريا. هلا شوف، شوف هلا شوف هون الفيروسات خلايا غريبة بتختلف عنها كتير. البكتيريا شكل الخلية بيشبهنا، بس شو الفرق بين الخلية الإنسان والخلية البكتيرية؟ إنه الخلية نحن كإنسان is eukaryotic، درسناها في البيولوجي eukaryotic، لكن بالبكتيريا prokaryotic. prokaryotic يعني النواة، النواة. طيب شوي تعالى كمان شوي، هلا بعطيك مجال بس شوي خلينا نخلص هذا السلايد. إنه البروكاريوتيك خلية بكتيريا بروكاريوتيك يعني إنه النواة تبعتها لا تحتوي على سيل ميمبرين. خلينا نروح على الفنجاي، الفطريات. الفطريات الخلية، الخلية الفطرية عبارة عن يوكاريوتيك، فبتشبهنا يوكاريوتيك، بتشبهنا إحنا، تشبهنا أكتر. والباراسايتس الأدوية تبعت الديدان والبروتوزو بتشبهنا أكتر وأكتر. بدي أعطيكم مثال موجود في الصيدلية اللي اشتغل فينا بالصيدلية، أو اللي تدرب، أو اللي مرض بإنفكشن، يعني بالتهاب caused by microorganism وراح على الصيدلية. إحنا لما نعرف إنه المريض بده ياخد أنتي فنجل دراجز، أنت المريض في عنده التهاب فطري، بنحط إيدنا على قلبنا وبنخاف على المريض أكتر من المريض اللي في عنده التهاب بكتيري وبده ياخد أدوية مضادة للبكتيريا. بيجينا مريض على الصيدلية، إذا بنعطيه دواء للبكتيريا ضد البكتيريا إلى حد ما بنكون مطمنين، بنكون مطمنين إنه الأدوية اللي بتشتغل ضد البكتيريا هاي آمنة إلى حد ما، أو آثارها الجانبية إلى حد ما قليلة. لكن المريض اللي بده ياخد دواء ضد الفطريات بنحط إيدنا على قلبنا، نحكي هذا الدواء ممكن يأثر على الهرمونات تبعته، هذا الدواء ممكن يأثر على الكبد تبعه أكثر، هذا الدواء بيأثر. فالدواء في المريض اللي بياخد أنتي فانجل دراجز حتى المريض نفسه بتضايق منه، مزي الدواء، مزي الأنتي بكتيريا دراجز. هاي المعلومة أكيد مرت عليكم، سواء أنتوا اللي بيشتغل المجسر اللي بيشتغل فيكم أكيد مرت عليه، إنه لما يجيني مريض بياخد أنتي فانجل دراجز أورالي أو سيستيميكلي الآثار الجانبية تبعته أكثر من الأنتي بكتيريال دراكس. This is general rule. Why? 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 هلأ الآن هلأ إحنا راح نفسرها هون، لأنه الخلية الفطرية بتشبهنا أكثر. فالتارجتس اللي موجودة بالخلية الفطرية إلى حد ما بتشبه التارجتس اللي موجودة بالهيومن سيلز. معناته شو صار بالسليكتيفيتي؟ الدواء اللي هو أنتي فانجل دراكس دخل على جسمي، لأن الخلية الفطرية بتشبه الخلية الهيومن، فالسيلكتيفيتي قلت، الانتقائية قلت، فالدواء بيرتبط على الفنجل سيلز وبقتلها، وإلى حد ما بيرتبط على الهيومن سيلز وبصير في عندي سايد افكتس. لكن في المقابل في البكتيريا، البكتيريا لأنها الخلايا البكتيرية مختلفة عنا أكثر وأكثر، فإن جنرال قاعدة عامة الأنتي بكتيريال دراجز اللي موجودة بالصيدليات إلى حد ما إحنا نكون مطمئنين لما نعطيها للمريض أكثر، آثارها الجانبية أقل من الآثار الجانبية تبعت الأنتي فنجل دراجز، لأن الأدوية المضادة للبكتيريا تشتغل على تارجتس موجودة فقط في البكتيريال سيلز وليست موجودة بالهيومن سيلز. ليش؟ لأن البكتيريال سيلز الخلية البكتيرية مختلفة عنا بشكل أكثر. مثلا الأموكسيسيلين، الأموكسيسيلين بيشتغل على السيل وول، على الجدار الخلوي، سيل وول. هل الهيومن سيلز فيها سيل وول؟ لا، ما الهيومن سيلز ما فيها سيل وول. عشان هيك الأموكسيسيلين بكل أمان بيروح بيقتل البكتيريال سيلز، لأنه بيرتبط على الجدار الخلوي تبع
البكتيريال سيلز، وبما انه الهيومن سيلز، بما انه الهيومن سيلز ما فيها جدار خلوي فما برتبط على جدار الخلوي تاعت الهيومن سيلز، فما بضرب الهيومن سيلز، فهذا السبب فحقق ان السلكتيفيتي. كل ما كان الدواء مور سلكتيف يعني بينتقي المايكرو اورجانيزم اكثر من الهيومن سيلز، هذا معناته الانوانتد سايد افكت والاثار الجانبيه بتكون قليله. يعني كل ما زادت السلكتيفيتي كل ما قلت الانوانتد سايد افكت. اخر شيء بدي احكيه بهذا السلايد، هلا تعال شوي خليني احكي كم السلايدز بعدين بعدين ينطفي عشان مسجل، بعدين هشغله مره ثانيه اذا اللي حدا حابب يسال اي سؤال. اذا انا بدي اعالج الكانسر، اخر اربع دقائق بدي احكي عن الكانسر، الكانسر بما احنا نحكي عن الكيموثيرابيوتيك ايجنتس، الكانسر 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 وين الكانسر بدي احطه هون بهالرسمه. الكانسر كانسر سيلز مقارنه مع النورمال سيلز، هل هي مختلفه؟ هل الكانسر سيلز تختلف اكثر عن النورمال سيلز من البرس من الباراسيتيك سيلز؟ هل الكانسر سيلز بتختلف عن النورمال سيلز اكثر من الفانجل سيلز؟ هل الكانسر سيلز بتختلف عن الهيومن سيلز اكثر من البكتيريا؟ جواب لا، الكانسر سيلز كثير كثير تشبه النورمال سيلز. وهذا هو التشالنج، هذا هو التحدي. انتم بتشوفوا المريض اللي بياخد الدواء ضد السرطان، هذا المريض ممكن يموت مش بسبب السرطان، ممكن يموت بسبب الأدوية المضادة للسرطان. مريض فجأة هيك سمعنا عنه، ليش مات هذا المريض؟ ما هو مات بسبب ان الدواء المضاد للسرطان هو اللي قتله. طب ليش؟ ما هذا الدواء المضاد الانتي كانسر المفروض انه يعالج له الكانسر. لكن للاسف هذا الدواء الانتي كانسر دراجز معروفه عنهم، معروفه انه الانتي كانسر دراجز السلكتيفيتي تبعتها قليله جدا جدا. ليش السلكتيفيتي تبعت الانتي كانسر؟ ليش المريض اللي بياخذ الانتي كانسر دراجز شعره بهبط، بتساقط الشعر تبعه، بصير فيها تقرحات جسمه، بتقل المناعه، ليش؟ ليش؟ لانه التارجتس اللي موجوده بالكانسر سيلز نفسها نفسها نفسها، لانه الكانسر سيلز عباره عن هيومن سيلز، نفسها موجوده بالهيومن سيلز. فالدواء هذا الانتي كانسر بروح بضرب الكانسر سيلز وبروح بضرب النورمال هيومن سيلز. شو بصير؟ هذا الدواء له انتي كانسر افكت، عشان هيك المريض الى حد ما التيومر بتقل عنده، عشان هيك الدواء بيشتغل از انتي كانسر. وفي نفس الوقت المريض بيشوف الويل، بيشوف الويل لما بياخذ الانتي كانسر دراجز. ليش؟ لانه انت الانتي كانسر دراجز لهم للسلكتيفيتي، للسلكتيفيتي على على النورمال سيلز، فتضرب النورمال سيلز فالمريض بتصير عنده كل هالاثار الجانبيه وممكن يموت بسبب ال عم بحكي ممكن، انا رحت على الاكستريم، ما تسقطوا على كل الامثله. فها هي احنا هلا من خلال هدول كم سلايد فسرنا ليش سلكتيفيتي، ليش مثلا الانتي كانسر دراجز السايد افكتس تبعتهم عاليه، ليش الفنجل سيلز السايز تبعتهم الانوانتد سايد افكتس تبعتهم اكثر من البكتيريال سيلز. هذا كله فسرناه بهذا السلايد. هاي كانت مقدمه، كانت مقدمه لصداي هو 10 دقائق. طيب تالي اسالي تالا هلا، اذا طفى خلال دقيقه راح نشغله مره ثانيه، بس من المرات الجاي مش راح يطفي بعد 40 دقيقة، من المرات الجاي راح يصير وقت مفتوح. فتالي إذا في عندك أسئلة اسألي، وأي واحد عنده أي سؤال ممكن يسأل. الله يعافيك تالي. دكتور كنت بدي أسأل، هل لو في عنا دواء عملناه كومبينيشن بين الأنتي فانجل والأنتي بكتيريا، هون بتقل السلكتيفيتي للأنتي فانجل بكل خلايا الجسم الثانية؟ تمام حلو. هلا احنا تالا ليش بنسوي، انت تالا صح؟ بس عشان مش مبين مع مين بحكي. تالا هلا احنا ليش بنعطي كومباينيشن بتوين الانتي بكتيريال والانتي فانجل دراجز؟ ليش بنعطيها؟ بنعطيها عشان احنا مش عارفين مصدر الانفكشن. هل صحيح؟ شو الفرق بين الانفكشن وبين الانفلاميشن؟ اتس فيري امبورتنت. لما انا الديتول ينكب على ايدي